ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير مع حلقه جديده وقصص جديده والمره دي انا جايب لكم قصص حقيقيه والقصص بتاعت النهارده بتتكلم عن الكرسي الملعون والخاتم الملعون واي حد يقعد على الكرسي الملعون ده او اي حد يلبس الخاتم الملعون ده بتكون في الاخر نهايته الموت ودي على فكرة مش أول مرة أتكلم عن أشياء ملعونة، من حوالي سنة نزلت فيديو واتكلمت فيه عن عقد مردوخ الملعون، ومن بعد الفيديو ده أنا ما اتكلمتش عن أشياء ملعونة تانية، أو ممكن أكون اتكلمت عن أشياء ملعونة تانية لكن في قصص المتابعين، وأنتوا عارفين إن قصص المتابعين دي ما بتبقاش قصص حقيقية، لكن عقد مردوخ الملعون اللي أنا اتكلمت عنه قبل كده قصة حقيقية، والكرسي والخاتم الملعون اللي أنا هتكلم عليهم النهارده إن شاء الله قصص حقيقية. المهم قبل ما احكي القصص دي بقول لكم ما تنسوش لو الفيديو ده ان شاء الله عجبكم تعملوا لايك وشير ليه من كل اكونتاتكم ومن كل مواقع التواصل الاجتماعي ولو انتوا لسه جداد هنا في القناه ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا جرس التنبيهات وتختاروا تفعيل كل الاشعارات عشان توصلكم الفيديوهات في ميعادها وما فيش ولا فيديو من الفيديوهات الجديده يفوتكم ولو انتوا حابين تعملوا لي متابعه على صفحه الفيس او على حساب التيك توك او على حساب الانستجرام فهتلاقوا لينكات الحسابات دي كلها موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو ويلا عشان ما تبقاش مقدمة طويلة عليكم نبتدي حلقتنا النهاردة كرسي بازبي الملعون او كرسي بازبي المسكون وهو كرسي مصنوع من شجر البلوط والكرسي ده تسبب في موت 63 شخص من الاشخاص اللي اتجرأوا وقعدوا عليه لان كل شخص قعد على الكرسي ده مات بطريقة شنيعة لدرجة ان الكرسي ده دلوقتي محطوط في متحف ومتعلق على الحيط علشان مفيش اي حد من زوار المتحف يغلط ويقعد عليه. طيب ايه بقى هي قصة الكرسي العجيب ده وايه السبب اللي خلاه يبقى كرسي ملعون وجات له منين اللعنه دي القصه بتبتدي احداثها من اواخر القرن ال17 لما كان في مزور عمله اسمه دانيال اوتي والراجل ده اشترى مزرعه قديمه في بلده صغيره في شمال مقاطعه يوركشاير في انجلترا وهو اختار المزرعه مخصوص في منطقه بعيده وهاديه عن المدينه علشان يعمل فيها مطبعه تزوير العمله بتاعته ويعمل بقى النشاط الاجرامي بتاعه بعيد عن عين الناس وعمل اوضه كبيره جدا تحت المزرعه وجاب فيها مكنه طباعة والاكلشيهات والمكابس وكل عده التزوير بتاعته وكان محصن الغرفه دي تحصين شديد وكان عاملها نظام حمايه قوي جدا عشان لو حد طب عليه من الزوار الغير مرغوب فيهم ما يعرفش هو الراجل ده بيشتغل في ايه ولا حد يعرف المدخل السري بتاع المطبعة ده منين ولا يسمع حتى صوت مكن الطباعة اللي بيزور بيه العملة يعني الراجل ده كان عامل كل الاحتياطات اللازمة انه ما يتمسكش وراح مسمي المزرعة بتاعته دي دانوتي هول المشكلة ان الراجل المزور ده له بنت اسمها اليزابيث وقعت في حب واحد خامورجي اسمه توماس بازبي ابو البنت ما كانش مرحب بالعريس ده لكن بنته كانت بتحبه جدا واصرت انها تتجوزه، فوافق على الجواز علشان خاطر بنته، وخلى جوز بنته يبقى شريكه في موضوع تزوير العمله، كان بيديله الفلوس المزوره وهو يوزعها، لكن الراجل المزور ده حس انه غلط غلطه كبيره انه جوز بنته للخمرجي وخلاه يبقى شريكه في الشغل، لانه كان بيشرب خمور بطريقه غير طبيعيه، وعلى طول يبقى متدرمغ وسكران طول الوقت ومش في وعيه، فقرر انه يطلق بنته من توماس باسبي، وكان توماس باسبي عايش في مكان بيسمى النزل والنزل ده يا جماعه حاجه كده زي الفندق بس للناس اللي على قد حالها، يعني بتأجر غرفه بسرير في بيت من البيوت، لكن الحمام والمطبخ بيكونوا مشتركين مع بقيه الناس اللي مأجرين بقيه الغرف في البيت او في النزل ده، والمكان اللي ساكن فيه توماس باسبي اللي هو النزل ده كان فيه حانه او خماره وهو كان كل يوم يشرب كميه خمور كتيره جدا في الحانه دي، وبعد كده يطلع ينام في غرفته، وكان دايما يقعد في الحانه دي على كرسي معين، وكان الكرسي ده هو الكرسي المفضل ليه، وكان بيحذر أي شخص من الأشخاص اللي موجودين في الحانة إنهم يقعدوا على الكرسي بتاعه، ولو لقى شخص قعد على الكرسي بتاعه كان يمسكه يضربه ويقومه من على الكرسي، ويظهر كل الزباين اللي في الحانة اتعودوا على النظام بتاعه ده، ومحدش فيهم بقى يقعد على الكرسي اللي بيقعد عليه، وطبعًا لما اشتغل مع حماه في موضوع تزييف العملة بقى معاه فلوس أكتر وبقى يشرب أكتر، وحالته كل مدى بقت أسوأ، وزي ما لكم حماه قرر إنه يطلقه من بنته، فراح عند بنته إليزابيث في النزل اللي ساكنة فيه مع جوزها توماس باسبي، فراح حمال مزور فضل يجرجر بنته من شعرها وفضل يضربها علشان تيجي معاه المزرعة وتسيب جوزها الخمرجي باسبي، لكن البنت رفضت إنها تروح عند أبوها مزور العملة، وقالت له مش همشي من هنا غير لما يجي زوجي اللي هو باسبي، ووصل باسبي وحصل ما بينه وما بين حماه خناقه كبيره جدا في الخماره اللي بيسكر فيها، فحماه استفزه وقعد على الكرسي المفضل بتاعه، اللي هو الكرسي اللي بيقعد عليه باصبي في الخماره، ومسك باصبي حماه وضربه وقومه من على الكرسي وبعد كده حماه مشي وسابه وساب بنته اليزابيث معاه، لكن باصبي ما كانش مسامح في اللي عمله معاه حماه في الخماره، وقرر انه ينتقم منه، واستناه لحد ما جه عند المزرعه وراح قتله بمطوه وبعد كده دفنه، لكن معداش كام يوم الشرطة اكتشفت جثه حماه وعرفت ان الجاني هو جوز بنته بصبي وراحوا علشان يقبضوا عليه لقوه قاعد على الكرسي بتاعه في الخماره ولما جم يشيلوه من على الكرسي هنا بصبي صرخ وسط الخماره وقال اي حد هيقعد على الكرسي بتاعي هيكون مصيره الموت وبعد كده باصبي اتحكم عليه بالاعدام شنقا واتشنق في الشارع قدام الخماره اللي كان بيقعد فيها علشان يبقى عبره لغيره من المجرمين وبيقال ان باصبي وهو في طريقه للمشنقه فضل يحذر كل الناس ان مفيش اي حد يقعد على الكرسي بتاعه في الخماره وقال ان روحه هتنتقم من كل شخص هيقعد على الكرسي بتاعه وفي بعض الشهود قالوا انهم شافوا الشبح بتاعه بيظهر مكان ما اتشنق وفي ناس تانية بتقول أنهم شافوا شبح باصبي مكان ما اتدفن لكن من بعد ما باصبي عدم واللعنة مسكت في الكرسي بتاعه وعلى مدار سنين تم تسجيل الكتير جدا من حالات الموت المرتبطة بالكرسي ده والكرسي ده بقى مشهور جدا لدرجه ان في ناس بتجيله مخصوص علشان تتفرج عليه لدرجه ان مالك النزل غير اسم النزل وسماه نزل باسبي على اسم المجرم اللي كان ساكن فيه زي ما قلت لكم 63 شخص ماتوا بسبب الكرسي الملعون ده وهقول لكم دلوقتي على اشهر حالات الوفاه بسبب لعنه الكرسي في القرن ال19 كان في عامل جديد بينظف المدخنه بتاعه الخماره وبعد ما خلص تنظيف المدخنة ما خدش باله وقعد على كرسي بصبي الملعون علشان يشرب له كاسين وتاني يوم لقوا العامل ده ميت ومرمي في الشارع في نفس مكان المشنقة القديمة اللي اتعدم فيها بصبي وفي فترة الحرب العالمية الثانية كان في مجموعة من الجنود نازلين اجازة وقعدوا في الخمارة، فواحد منهم اتحدى زمايله انه يقعد على كرسي باصبي الملعون، وقال لهم هقعد على الكرسي ومش هيجرالي حاجة، وقال لهم ان موضوع اللعنة ده خرافة، وبالفعل قعد الجندي ده على الكرسي وفضل يشرب، لكنه تاني يوم وقع من على سطح منزله ومات، وفي جنود كتير من اللي قعدوا على الكرسي الملعون ده اختفوا في الحرب وما رجعوش بيوتهم. وفي مره من المرات كان في اتنين طيارين حربيين قاعدين يسكروا في الخماره، فالاتنين اتحدوا بعض انهم يقعدوا على الكرسي، فواحد منهم قعد على الكرسي وقال للتاني اهو لو راجل اعمل زيه فالتاني علشان ما يبينش نفسه انه جبان وخايف من اللعنه راح قعد هو كمان على الكرسي، لكن الاتنين الطيارين دول وهم في طريقهم للوحده العسكريه بتاعتهم اتوفوا في حادث مروري. وحوادث كتير جدا حصلت لأشخاص من اللي قعدوا على الكرسي منهم اللي مات بسكتة قلبية ومنهم اللي دهسته سيارة ومنهم اللي عربيته دخلت في شجرة فهنا تقريبا ملك النزل أو ملك الخمارة ابتدى ضميره يأنبه بسبب حوادث الموت الكتيرة لأشخاص ماتوا بسبب لعنة الكرسي ده رغم أن الكرسي ده كان عامل له شهرة كبيرة جدا في المكان بسبب الزباين اللي كانت بتجيله علشان يتفرجوا على الكرسي ده فعلشان كده قرر أنه يشيل الكرسي ده في القبو بتاع الخماره فرماه تحت وسط براميل الخمور وفي فترة السبعينات كان في عامل بريد كان جايب طرد لصاحب المكان وكان الطرد ده طرد كبير وثقيل فصاحب المكان قال له نزل الطرد ده تحت في القبو وبالفعل عامل البريد نزل الطرد في القبو فشاف الكرسي الملعون بتاع باصبي وقعد عليه علشان يشم نفسه شويه لانه كان منزل طرد ثقيل وفي نفس اليوم ده عامل البريد عمل حادثه بعربية الشغل ومات وبعد ما مات صاحب المكان الورثه بتوعه حبوا يتخلصوا من الكرسي الملعون ده وتبرعوا بيه المتحف من المتاحف وطلبوا من اداره المتحف ان الكرسي ده ما يتحطش على الارض وانه يتعلق على الحيطه علشان ما فيش اي حد من زوار المتحف يغلط ويقعد عليه وتكون نهايته الموت والكرسي لحد يومنا ده موجود في المتحف من سنه 1978 ومتعلق على الحيطه على ارتفاع متر علشان ما حدش من الزوار يغلط ويقعد عليه واسم المتحف اللي فيه الكرسي الملعون ده متحف سيرسك في بريطانيا، يعني علشان لو حابين تروحوا المتحف ده وتتفرجوا عليه، وهتلاقوا جنب الكرسي ورقه كده متعلقه مكتوب فيها قصه الكرسي الحقيقيه بالكامل، لكن هل كل حالات الوفيات دي حصلت بسبب لعنه الكرسي ولا الموضوع صدفه وقضاء وقدر ومفيش لعنه ولا حاجه؟ الله اعلم، لكن الاكيد ان كل حالات الوفيات في الحوادث دي كان اصحابها من الناس اللي قعدوا على الكرسي ده. في يوم من الأيام كان الممثل الأمريكي المشهور رودلف فالنتينو ماشي في شوارع مدينة سان فرانسيسكو، وشاف بالصدفة خاتم في متجر صغير، كان خاتم فضة مطعم بحجر شبه كريم، فعجبه جدا الخاتم ده وقرر يشتريه، لكن صاحب المتجر قال له إن الخاتم ده للعرض فقط ومش للبيع، لكن فالنتينو أصر إنه يشتري الخاتم، فصاحب المتجر قال له خلي بالك الخاتم ده خاتم القدر وده خاتم ملعون لاي شخص يلبسه لكن فالنتينو قال له مش مشكله ملعون ملعون هشتريه برضه شوف انت عايز كام واخده منه وبالفعل اشترى الخاتم فالنتينو الشاب الايطالي الموهوب اتولد سنه 1895 ووصل لقمه شهرته في امريكا سنه 1920 وعمل ضجه كبيره جدا في عصر الافلام الصامته لكن بعد ما اشترى الخاتم حياته اتقلبت 180 درجه الخاتم الملعون حطم حياته البدايه كانت بفشل فيلمه زيونج راجا وبعد ما عمل فيلم ابن الشيخ سنة 1926 اتصاب بعدوى في عملية جراحية واتشخصت حالته بانها التهاب في الزايدة الدودية وقرحة في المعدة واتعملت له جراحة لكنه توفى وهو عنده 31 سنة وحضر الجنازة بتاعته حوالي 100 الف شخص من معجبينه ومن حبايبه علشان يودعوه وبعد كده الخاتم ده اتنقل لحبيبته الممثلة المشهورة بولا نجري واللي جالها مرض مفاجئ اول ما حطت الخاتم ده في صباعها وبعد كده اتدمرت مسيرتها الفنيه، فقررت انها تتخلص من الخاتم ده واديته للممثل المشهور روس كولومبو، وكان بيطلق على الممثل ده شبيه فالنتينو، لكن روس كولومبو اتوفى في حادثة إطلاق نار بعد ما لبس الخاتم ده بفترة قصيرة. وبعد كده راح الخاتم لصديق روس المقرب جون كوزيه اللي صدمته عربية نقل ومات في عمر صغير. وبعد الحادثة دي بشهر دخل حرامي بيت شقيق جو وسرق منه الخاتم لكن حتى الحرامي منجيش من اللعنة لأن الشرطة ضربت عليه نار ومات والخاتم كان في جيبه وبعد كده وصل الخاتم ده لايد مخرج اسمه ادوارد سمول، وكان عايز يعمل فيلم عن قصه حياه فالنتينو، فاختار ممثل اسمه جاك دون علشان يقوم بدور فالنتينو في الفيلم، واداله خاتم فالنتينو الاصلي، وقال له الخاتم ده هتلبسه واحنا بنصور علشان يعني الفيلم يبقى واقعي اكتر، لكن الممثل اللي اسمه جاك ده اتوفى بمرض في الدم بعد اسبوعين من لبسه للخاتم. بيقال ان الخاتم الملعون ده متشال في قبو في احدى البنوك في لوس انجلوس بعض الناس قالوا ان الخاتم ده نجي من كل محاولات السرقة والحريق وفي ناس بتقول انه اتسرق مرة تانية الكاتب والصحفي إليز ووكس ريبلي قال انا معرفش الخاتم ده جه منين ولا اعرف دلوقتي اختفى فين لكن كل الاحداث المأساوية اللي حصلت بسبب الخاتم ده حصلت بالفعل لكن ما ظنش ان الخاتم ده ملعون ممكن تكون سلسلة من الاحداث المأساوية حصلت ورا بعض بالصدفة والناس اللي عندهم خيال ومعتقدين في موضوع اللعنات ربطوا الحوادث دي كلها بالخاتم وبالرغم ان انا من الاشخاص اللي مش بيؤمنوا باللعنات لكن تسلسل المصايب والكوارث اللي حصلت للناس اللي كان معاهم الخاتم هو امر غريب ومثير فعلا وانا مش بلوم اي شخص يصدق ان الموضوع ده حصل بسبب لعنه الخاتم لكن توقيت الحوادث دي ورا بعض حاجه مرعبه فعلا ناس بتقول ان شبح فالنتينو لسه بيدور على الخاتم ده وعايز يدمره ولسه لحد دلوقتي معجبين بيروحوا يزوروا قبر فالنتينو كل عيد حب ويحطوا على القبر شوية هدايا وبطاقات تعزية وحب والكلام الفارغ ده وفي ناس بتقول انهم شافوا شبح فالنتينو في المطاعم وفي ناس بيقولوا انهم شافوا الشبح بتاعه في استوديوهات شركة باراماونت وشافوا الشبح في مكانين في المدينة فيهم تماثيل ليه بس ولحد كده خلصت قصص النهاردة عن كرسي بازبي الملعون وعن خاتم فالنتينو الملعون يا رب تكون القصص دي عجبتكم وما تنسوش لو القصص دي عجبتكم او الفيديو ده عجبكم تعملوا لايك وشير ليه من كل اكونتاتكم ومن كل مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلكم الفيديوهات في معده وان شاء الله اشوفكم على الف خير في حلقة جديدة وقصص جديدة واقول لكم مع السلامة